السلام عليكم لا فامي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير وعلى خير، وانتم تفرجوا في لا فيديو جديده هذه على قناتكم كريم وتاك. انت اذا كنت اول مره تشوف لاشين تاع كريم وتاك، دير ابوني وفعل الجرس مني راح نكسر لك راسك ما والو. علاش تفعل الجرس؟ هذا باش يوصلك الجديد، وفي نفس الوقت راح تستفاد معنا وما الى ذلك. في لا فيديو الجديده هذه تاع اليوم راح نشوفوا اسعار الهواتف اليوم في الاسواق الجزائريه. خلينا نبداو على بركه الله. اول هاتف معنا عندنا ريدمي ويت ا 464، راهو داير حاليا 24500 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا ريدمي ناف 464، راهو داير حاليا 26500 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا ريدمي نوت 8، راهو داير حاليا 34300 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا ريدمي نوت 8 برو نسخه 128، راهو داير حاليا 43700 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا ريدمي نوت 8 برو نسخه 628، راهو داير حاليا 43000 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا ريدمي ناف ا نسخه 2 جيجا بايت رام مقابل 32 جيجا بايت روم، راهو داير حاليا 21500 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا ريدمي ناف ا نسخه 3 جيجا بايت رام مقابل 32 جيجا بايت روم، راهو داير حاليا 22500 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا ريدمي ناف تي نسخه 4 جيجا بايت مقابل 64 جيجا بايت روم، راهو داير سعر تاعها حاليا 32800 دينار جزائري. والهاتف الموالي عندنا ريدمي ناف نسخه جلوبال، راهو داير حاليا 28500 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا ريدمي ناف النسخة الصينية، راهو داير حاليا 27200 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا ريدمي نوت ناف، راهو داير حاليا 35500 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا البوكو اكس 3 النسخة 64، راهو داير حاليا 41400 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده هو البوكو اكس 3، وشي هو النسخة 128 جيجا بايت، راهو داير حاليا 47000 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا البوكو ام 3، راهو داير حاليا 31900 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا نفس الهاتف بوكو ام 3 نسخه 428، راهو داير حاليا 34200 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا بوكو سي 3، راهو داير حاليا 25800 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا سامسونج جالاكسي A2S نسخه 3 جيجا بايت رام مقابل 32 جيجا بايت روم، راهو داير حاليا 26800 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا سامسونج جالاكسي A11، راهو داير حاليا 27900 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا سامسونج جالاكسي A12، راهو داير حاليا 31500 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا سامسونج جالاكسي M11، راهو داير حاليا 27800 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا سامسونج جالاكسي M31، عندنا النسخه الهنديه 42500 دينار جزائري، والنسخه تاع الفيتنام 44900 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا سامسونج جالاكسي A21S، راهو داير حاليا 35500 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا سامسونج جالاكسي M21 النسخه الهنديه 35900 دينار جزائري، ونسخه الفيتنام 37500 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا تيكنو باكسيس نسخه 4 جيجا بايت رام مقابل 64 جيجا بايت روم، راهي دايره حاليا 25500 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا تيكنو سبارك 6 نسخه 128، راهو داير حاليا 26500 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا تيكنو بوب 4 برو، راهو داير حاليا 17500 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا تيكنو بوب 4، راهو داير حاليا 17500 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا انفينيكس نوت 8، راهو داير حاليا 33000 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا انفينيكس 0، راهو داير حاليا 40900 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا انفينيكس هوت 9 نسخه 32، راهو داير حاليا 23500 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا انفينيكس هوت 9 نسخه 64، راهو داير حاليا 25800 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا انفينيكس سمارت 4، راهو داير حاليا 18900 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا الاوبو A93، راهو داير حاليا 48000 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده اوبو A31، راهو داير حاليا 31500 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا الاوبو A12، راهو داير حاليا 27500 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا الاوبو A11K، راهو داير حاليا 23800 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا الاوبو A15 نسخه 2 جيجا بايت رام مقابل 32 جيجا بايت روم، راهو داير حاليا 25900 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا ريلمي 7 اي نسخه 828، راهو داير حاليا 43000 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا ريلمي 6 اي 628، راهو داير حاليا 31500 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا ريلمي سي 3 نسخه 3 جيجا بايت رام مقابل 64 جيجا بايت روم، راهو داير حاليا 26000 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا نوكيا سي ا، راهو داير حاليا 1350000. واللي بعده عندنا سامسونج تاب اي
دير 28500 دينار جزائري. عندنا طابلات سيديا راهي دايره حاليا 1,020,000. هذو هما اسعار الهواتف لنهار اليوم في الاسواق الجزائريه. اسعار مريقلين معليش، اللي بغى يشري يشري خاوتي. نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. بارك الله فيكم لا فامي، يعطيكم الصحه، ميرسي بزاف على الدعم. تهلاو خاوتي وشيو الدعم راه ناقص هذو الايام. مشيو تهلاو ديروا لي جيم وبارطاجيو مع اصحابكم، واللي مش ابوني ابوني. كما قلت نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو في روحكم، كان معكم عبد الكريم من لاشين تاعكم كريم وتاك.